السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. لقد شرحت لكم في حلقة سابقة طريقة استخدام أكثر من حساب على نفس التطبيق، يعني الواتساب حسابين أو ثلاثة، الفايبر، المسنجر، وايد، يعني أكثر من حساب على تطبيق واحد. وهذه الطريقة تتماشى مع مستخدمي الجيربريك للتحديد iOS 9.0.2، بحيث تحتاج إلى جيربريك، ومن غير جيربريك لا يمكنك القيام بالطريقة. ولكن التحديث الأخير 9.1 أو 9.1 لم يصدر له جيربريك لحد الآن، ومستخدميه غير محبي الجيلبريك يريدون تكرار البرامج، يعني تكرار الواتساب وغير ذلك من التطبيقات. في هذه الحلقة سأقول لكم طريقة تكرار التطبيقات على 9.1 وكذلك 9.0.2 جميع إصدارات iOS 9 بدون جيلبريك وبكل سهولة. فقط ما عليك فعله هو الدخول إلى الرابط ios.utman.tv، بعد ذلك ستجد مجموعة من التطبيقات تحت خانة نيو، تجد كلمة نيو تحت مجموعة من التطبيقات. هذه التطبيقات يعني التي تم تحديثها والمتوافقة مع iOS 9.1 على يعني بطبيعة الحال ليست كل التطبيقات يمكنك تكرارها، فقط هذه التطبيقات الموجودة في القائمة، ولكن يوجد بها الواتساب والبرامج التي تحتاجها، يعني برامج المحادثة وبرامج الدردشة. في بطبيعة الحال يعني سأجرب على الواتساب، سأقوم بالضغط على الواتساب، بعد ذلك تنتظر حتى يتم تنزيله، طبعا بالضغط على تنزيل انستول. بعد أن تظهر أيقونته في الشاشة الرئيسية تقوم بالدخول إليها. إذا ظهرت لك نافذة تخبرك بأن المطور غير موثوق فلا توجد مشكلة، فقط قم بالانتقال إلى الإعدادات، بعد ذلك عام، بعد ذلك ملفات التعريف أو البروفايلز. في الأسفل ستجد الملف التعريف، أيقونة الإعدادات بجانبه، تدخل عليه وتضغط على تروست مرة أخرى حتى يتم الوثوق. بعد ذلك استرجع التطبيق وتقوم بالدخول إليه بطريقة سهلة جدا، وبالتالي يصبح لديك اثنان واتساب تفتح به رقم، وكذلك الآخر تفتح به رقم مختلف، وهكذا على حسب التطبيق الذي تريده بهذه الطريقة السهلة. أتمنى أن تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة قد نالت إعجابكم. رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة وأعجبتك هذه الطريقة واستطعت تكرار الواتساب وغير ذلك من التطبيقات التي تحتاجها، لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك السبسكرايب في حال كانت هذه أول حلقة لك لحلقات مدونة العالم الافتراضي وقناة العالم الافتراضي. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. لا تنسى أيضا الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك. إلى اللقاء.